نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یقیناً مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از الله بترسید، باشد که مشمول رحمت شوید. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.